أهلا بكم. حملت مصر دوما على عاتقها نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين، إذ ضحت على مدار عقود ولم تزل بالغالي والنفيس دعما لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. ومع تصاعد الأزمة في قطاع غزة اتجهت أبصار العالم قادة وشعوبا صوب مصر وقيادتها الحكيمة، استنادا إلى دورها التاريخي في القضية الفلسطينية فضلا عن دورها المحوري إقليميا وفهمها العميق لطبيعة الصراع المستمر منذ أكثر من 75 عاما. لا لتصفية القضية الفلسطينية ولا لتهجير الفلسطينيين لسيناء، موقف أكده الرئيس السيسي بوضوح أكثر من مرة منذ بداية الحرب على غزة من أجل الحفاظ على القضية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، محذرا من وهم القوة والاستقواء ونزيف الدم وإزهاق آلاف الأرواح من المدنيين الأبرياء. وخلال قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر بدعوة من الرئيس السيسي بمشاركة العديد من زعماء وقادة العالم والتي استهدفت وقف العدوان على غزة، جددت مصر رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة المستقلة وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية. كما حرص الرئيس السيسي في لقاءاته واتصالاته المكثفة مع قادة دول العالم ليس فقط على صياغة محددات الخروج من دائرة الحرب الجارية، بل وصياغة محددات تكفل عدم تجدد مثل هذه الحرب مرة أخرى، حيث شدد على ضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين، معتبرا أن ذلك يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة. أما على الصعيد الإنساني فحشدت القاهرة ولم تزل رغم كل العوائق جهودها من أجل تأمين ومواصلة إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بل وقامت كذلك بجهود مضنية في إطار إجلاء من يحملون الجنسية المزدوجة وعبور الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا سريعا لأبرز جهود مصر من أجل القضية الفلسطينية وتأكيده على رفض تصفيتها عبر التهجير القسري للفلسطينيين. نشكر لكم طيب المتابعة.